الحقيقة إنه الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على العالم كله ما بقتش تخفى على أي حد، وكل الآثار السلبية اللي بقينا عايشينها في حياتنا اليومية بسبب هذه الحرب من أزمات طاقة وغذاء وحتى أزمات التمويل العالمية تؤثر علينا بشكل كبير كقارة سمراء. والقارة السمراء الحقيقة أنها تضررت بشكل كبير من الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصا وإحنا كقارة أكبر مستوردين للقمح من طرفي النزاع. القارة الأفريقية الحقيقة كان ليها موقف متوازن من هذا الصراع من اليوم الأول، وهذا الموقف المتوازن خلينا نشوف من 10 أيام اجتماع عقد عبر الفيديو كونفرنس، كان فيه 6 رؤساء أفارقة من بينهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء جنوب أفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا وجمهورية الكونغو. هذا الاجتماع كان لبحث مبادرة للوساطة ما بين روسيا وما بين أوكرانيا علشان نقدر إن احنا نوصل لمبادرة للتهدئة ووقف هذه الحرب المندلعة. الحقيقة إنه جه في هذا يعني الاجتماع خلال هذا الاجتماع إنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني الاثنين وافقوا على استقبال بعثة زعماء الأفارقة لبحث خطة السلام المحتملة ولمحاولات التهدئة والجلوس للتفاوض. النهاردة وبعد رحلة بالقطار خدت حوالي 12 ساعة من الحدود البولندية للعاصمة الأوكرانية كييف، وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسيد سامح شكري وزير الخارجية النهاردة الصبح لأوكرانيا نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وده كان ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي وفد مصر نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة اللي بيقوم بيها الوفد الأفريقي لأوكرانيا وغدا روسيا. حيانه من المقرر أنه الوفد الأفريقي يكون عمل جلسة مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعرض ما جاء في هذه المبادرة الأفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.